دلوقتي فودافون عامله لك خدمه اسمها ماني باك، اللي بيها تقدر ترجع رصيدك لو اشتركت في خدمه او نظام بالغلط او غيرت رايك. يعني لو اشتركت في خدمه من غير ما اخد بالي رصيدي يرجع لي تاني؟ بالظبط كده. طب لو غيرت نظامي يرجع؟ ورجعت في كلامي الرصيد يرجع لك تاني؟ لقيتني مشترك في لاب اونلاين بالغلط هيرجع؟ مش سامعك بس هيرجع. الكلام ده غير صحيح. ماني باك ايه يا فندم؟ ماني باك بيرجع كميات رصيد مهوله. جيت اجدد النت جددت فليكس، ولما جيت اجدد فليكس جددت النت. هيرجع هيرجع. اتلخبط حبيبي غلط. يرجع. ما كنتش عايز كلكم بس دوت ريت ما بخدودي. هيرجع. طب عايز ارجع لنهى. ايه سرح اترددت برضو؟ يرجع. انا عايز رصيدي. يرجع. كله بيرجع كده اي خدمه. It's your money back. رصيدك ليس له حدود، الرصيد سيعود. رصيدك لو راح منك هيرجع لك مع ماني باك. افتح ابلكيشن انا فودافون وادخل على ماني باك ورجع رصيدك لو اشتركت في اي خدمه او نظام بالغلط او حتى غيرت رايك. فودافون مع بعض اقوى.